بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه المنتجبين. عيني طلاب، اليوم عندنا شرح موضوع الكربوهيدرات. راح نشرح اللي نقدر به بهذا الموضوع. بالبداية راح أنوه على قضية مهمة. أول شغلة راح نتطرق إلى ألفاظ شعبية في سبيل شنو نوصل الفكرة. ثاني شغلة، الألفاظ الشعبية هذه مجرد طرافة في توصيل الفكرة، وإنما ما لها حقيقة علمية. هذا أساس الشيء مبدئيا متفقين عليه. زين، الكربوهيدرات بالبداية، الكربوهيدرات هي سكريات، تمام؟ إذا كلمة سكريات هي مرادفة لكلمة كربوهيدرات. الصيغة العامة مالتها CH2O الكل مضروبة بN، يعني هذه الN من أجي أوزعها راح تجي لل H، وتجي عفوا تجي لل C وتجي لل H وتجي أيضا لل O، تمام؟ إذا راح يصير CnH2n، وال O تاخذ N هماتين حالها. أنواع الكربوهيدرات أو السكريات عندي أربع أنواع، مجرد تعداد. زين، أول نوع اسمه المونوسكرايد، اللي هي السكريات الأحادية. هسه احنا انا اريدك تركز وياي واحدة واحدة. احنا ايش متفقين سابقا بالعضوية؟ اخذنا شيء اسمه ألدهايد، واخذنا شيء اسمه كيتون. زين، اذا كنت تناسي الكيتون شنو والألدهايد شنو، هسه اوضح لكم اياها. البارحة دزيت ورقة بها ملخص للمجاميع العضوية والمجاميع الفعالة الموجودة بها، تفيدكم هذه الورقة. المهم هسه احنا راح نستفاد من عنده من الورقة مال البارحة، انه المجموعة الألدهايدية هي R، تمام، C دبل بوند O مرتبط بها H، هذا هو الألدهايد. والكيتون نفس هالتركيب، الكيتون هو R C دبل بوند O و R، هو هذا الكيتون. اذا عرفنا الفرق بين الألدهايد والكيتون، انه فقط هنا اكو H وهنا اكو مجموعة R. زين، هذا شنو الى علاقة بالسكريات؟ هسه نيجي واحدة واحدة. هسه موضوعنا السكريات الأحادية المونوسكرايد. المونوسكرايد راح نقسمها بشكل اساسي ألدوسز وكيتوزز. الألدوسز مبينة مأخوذة من الألدهايد، يعني سكريات ألدهايدية، وكيتوزز مأخوذة من الكيتون، يعني سكريات كيتونية، تمام؟ الألدوسز مثال عليها الجلوكوز، والكيتوزز مثال عليها الفركتوز. الجلوكوز اللي هو نفس الألدوز have an aldehyde group، يعني عنده مجموعة الألدهايد. At one end، يعني في أحد نهايتيه. بينما الكيتون، الكيتوزيس عفوا، يحتوي على كيتو جروب، بس دائما وين موجودة؟ موجودة at C2، يعني موجودة بذرة الكربون رقم 2، تمام؟ هذا هسه كمصطلح عام أخذنا شنو الألدوزيس وشنو الكيتوزيس. خلنا نجي نطبق على أرض الواقع. أخذنا سابقا بالأحياء مات السادس الجلوكوز هو عبارة عن 6 ذرات كربون، تمام؟ هسه من تجي تحسب لنا هن 6. من أجل الجلوكوز هو من صنف الألدوزز، يعني بمجموعة ألدهايدية، واتفقنا أن المجموعة الألدهايدية at one end، يعني بأحد أطرافه، لو منه لو منه، تمام لو تمام. إذن هنا أنا أول قضية أعرف أن الجلوكوز إنه هو 6 جزيئات، أو عفوا 6 ذرات كربون في أحد أطرافه، أما العلوي أو السفلي موجود مجموعة ألدهايدية، نفس هي هذه المجموعة أكتبها في أحد الأطراف، والمجموعة الأخرى دائما هي مجموعة كحول، دائما المجموعة الأخرى هي مجموعة كحول. هسه هذا الجلوكوز، افتهمنا شنو معنى الجلوكوز؟ هسه بغض النظر عن الدي، شي اللي دي هسه بعدين نفهمك عليها. افهم لي الجلوكوز انه 6 ذرات كربون
احد نهايتيه مرتبطه بمجموعه الديهايديه والمجموعه الاخرى مجموعه كحول. نجي المن للفركتوز. اذا تتذكرون في عمليه التنفس الخلوي اللي اخذناها بالاحياء قلنا الجلوكوز يتحول الى فركتوز بفعل انزيم معين، يعني هو الجلوكوز نفسه فركتوز، يعني هم 6 ذرات كربون ما اتاكسد. تذكروا عمليه الفسفر والاكسده ما وصل هذه المرحله، مجرد انزيم معين حوله من الجلوكوز الى الفركتوز. شنو الربط بالموضوع؟ بس بدي اوضح لك انه الفركتوز 6 ذرات كربون، تمام؟ زين، هنا 6 ذرات كربون سميت شنو؟ فركتوز. عفوا هسه بعدني ما عرفت فركتوز ولا دا. يقول لي المجموعة المتصلة بالفركتوز هي مجموعة كيتونية. الكيتونية اتفقنا انه الكيتو جروب هذا رسمها. زين، لو الاحظ تفرق عن المجموعة الفعالة الالدهايدية انه هنا اكو اتش وهنا اكو ار، يعني مجموعة الار. زين، اذا الفرق، اذا لابد بديهيا لابد انه المجموعه الفعاله ما تصير طرفيه مثل الالدهايد، لان تريد بعد ار. اذا وين صارت؟ صارت وسطيه، هم حطوها برقم 2، تمام؟ يعني بديهيا احنا مو قلنا ار سي دبل بوينت او بار الار الثانيه، منين اجيبها اذا انا اخلي الار الاولى بس طرفيه؟ لازم اخليه وسطيه على المود ان تجيها ار ثانيه. زين، هسه هذا حطوها بالسي 2، كتبت 6 ذرات كربون. ال سي 2 هي جايه من الكيتون اللي هي نفسها هي هاي، و الار الثانيه هي هاي، والار الاولى هي هاي، تمام؟ زين، جلوكوز فركتوز. الجلوكوز دائما طرفيه المجموعه الفعاله والمجموعه الفعاله الالدهايديه، الفركتوز المجموعة الفعالة كيتونيو دائما برقم 2، نفسهن 6 ذرات كربون 6 ذرات كربون، تمام؟ ادي هسه فهمك عليها. هسه بس عرفنا انه المونوسكرايد عندي نوعين، عندي الدوزز وكيتوزز، وشرحناهن بالتفصيل. نجي الى شنو معنى ال وشنو معنى دي اللي قلت لك راح افهمك عليها. ركز وياي شوي هنا، هذه الدي. شوف ال والدي، شوف وياي هنا اي سكر، يعني على مود تفهمها ببداها اسرع، يعني اي سكر الاو اتش مالته البدايه مالت الاو اتش مالته ساي 1 2 3، الاو اتش اذا كانت منه هذا يسموه دي، الاو اتش اذا كانت من جهة اليسار يسموها L. يعني بمعنى آخر، إذا كانت الـ OH على يمين القارئ تكون D، وإذا كانت الـ OH على يسار القارئ تكون L، تمام؟ نرجع لهنا، باوع ذن الـ OH هذه وهذه موجودة على يمين القارئ. ليش دا يقول لك على يمين القارئ؟ مدى نشرح تشريح عام الاناتوميكال بوزيشن، لا ده اوضح لك على يمينك انت القارئ، تمام؟ اذا على يمين القارئ الاو اتش صارت دي، وهاي ايضا على يمين القارئ صارت دي. وضحت الفكره ان شاء الله؟ زين، هذه السلاسل المستمره وهذه السلاسل ايضا المستمره شو يسموها؟ يسموها فيشر بروجكشن. هسه متفقين انه اي سلسله مستمره يسموها فيشر بروجكشن، يعني هاي فيشر بروجكشن، هاي فيشر بروجكشن، هاي فيشر بروجكشن، وذني ايضا فيشر بروجكشن. ليش؟ لان هي عباره عن سلاسل مستمره. نفس الفكره عادها. هسه هذا جلوكوز وهذا جلوكوز. زين، شلون عرفت جلوكوز؟ عندي 6 ذرات كربون، احدهما يعني الطرفيات مرتبطه بمجموعه الدهايديه، تمام؟ والمجموعه الاخرى مرتبطه بكحول. بقى عمليه تحديد انه هل هي، احنا حددناها سكلوكوز الاسم الرئيسي، بقى هل هو دي ام ال، يعتمد على الاو اتش. الاو اتش كانت يمين،
كان بها دي، لو اتش كانت يسار كان بها ام. اذا لو اباوع فد نظره سريعه انه دي والال هما عباره عن توامان، بس شنو واحد مقابل الاخ، يعني مراه واحد يباوع الاخ. بس اريدك تتبع على قضيه اخرى مو نحول بس الاو اتش. هسه احنا شوف هذا الدي، شوف الاو اتش الاولى، الاو اتش وحده او اتش فوقها نوبل او اتش صارت لنا، نوبل او اتش صارت لنا. شوف رسم خريطه الاو اتش، بينما شوف الاو اتش هنا ذن اثنين، وهاي وحده وهاي وحده. ها شوف هذا عكس تماما هذا، يعني لازم الكل يقلب، مو وحده تقلب، الكل يقلب. افتهمناها؟ هسه يجي طالب اخر يقول ليش هذا مقلبناه. بالحقيقه هذه ما حسبناها على الاول دي، هذه هي ثابته سواء دار منها او دار منها، هي المجموعه الفعاله هي هذه، وهذه كذلك ما انحسبت على الدي والال. تمام، يعني ذني هنا مواقعهن ثابتات، وبذلك سفد شويه ناخذ الايزومرات الفراغيه، ذول النهايات ما نحسبهم، نحسب بس الوسطيات. تمام زين، هسه هذه الايزومرات الفراغيه، احنا تتذكرون الايزومرات اخذناها بالكيمياء العضويه، بدايه الكيمياء العضويه عرفت لكم الايزومرات هي عباره عن تراكيب لها نفس الصيغه الجزيئيه بس تختلف بالصيغه الهيكليه، مو تمام ولا زين؟ هنا اريدك تنتبه، هنا اريدك تنتبه. اول خطوه تتذكرون كنا نقول نثبت الطرفيات ويتم تحريك الوسطيات، وقلنا ايضا المجموعه الفعاله ايضا لازم تاخذ كل المكانات، وتمام. هنا نفس الفكره، ثبت لي الطرفيات لا تحركهن. اذا التلاعب راح يصير بين فقط في هذه المجموعه، يعني تراوح بيناتهم. علمود نسوي ايزومرات فراغيه، تمام لو مو تمام؟ اذا فقط ذول الاربعه راح اسوي لهم ايزومرات فراغيه. زين خلي اجي اسالك سؤال، اذا انطاك مثلا سكر، اي سكر، هسه بدي شوي ناخذ الريبتول وما شاكل ذلك. الايزومرات الفراغيه مثلا اذا اعطيتك خمس كربونات، الطرفيات تتحارش بهن، وانت تحارش بالجوا، عندي خمسه طرفيات راح اثنين يبقى بس ثلاثه، تمام؟ مثلا انطيك سبعه على سبيل المثال، اثنين الطرفيات ما تحارش بهن يبقى بس خمسة، وهكذا. إذن الايزومرات الفراغية عدمود أقدر أحسبها، إذا تذكرون الايزومرات أعدادها ضخمة لما وصلنا للكين والكاين، أعدادها كلش ضخمة. طريقة حساب الايزومرات الفراغية هي 2 أس أن. يعني شنو معنى 2 أس أن؟ يعني 2 هذا هو ثابت مع القانون، والأن تمثل أعداد ذرات الكربون المحصورة بين الطرفيات، ذرات الكربون الطرفية، يعني بس هذول الأربعة. تمام؟ يعني من أجي أقول 2 أس 4 مو معناها 2 في 4، 2 أس 4 هي 2 في 2 في 2 في 2، يعني 4 مرات 2، وبالتالي تنطيني 16. هسه وضحت لهنا؟ ليش ده أنطيك هيجي، أو ليش هو الكتاب ده ينطيك هيجي؟ ده يقول لك صح إنه الـ R والدي واحد أيزومر للثاني، مو تمام؟ بس مو معناها بس ذولا ايزومرات، بعد اكو ايزومرات وياي، بس اذا غيرت بالايزومرات، يعني الايزومرات البقن 16 هنا، ما راح يظل جلوكوز، راح يتغير اسمه، يقول مثلا يصير مانوز جالكتوز والى اخره. وضحت الفكره؟ بس هو مقيدنا بدي جلوكوز ولا الجلوكوز، يعني بس شلون تطلع الايزومرات الفراغيه ستفهمتها. 2 اس ان، الانشني هي عدد ذرات الكربون المحصورة بين الطرفيات. زين الحالة الثانية الموجودة هي بالسكريات الأحادية، هيماي ستر وهيماي كتر. ركز وياي شوي هنا، أريدك تركز. هيماي كتر، كتر جاي من كيتون، وهيماي ستر جاي من ألدهايد. يعني
ركز وياي، من أريدن احفظها هيش، أريدن هيمايسيتال راح أفاعل ألدهايد مع كحول على مود أحصل هيمايكيتال. زين، عفوا هيمايسيتال. ومن أريدن هيمايكيتال راح أفاعل كيتون مع كحول. بالحالتين الكحول ثابت، اللي تغير هو الطرف الأول اللي هو مرة يكون ألدهايد ينتج له هيمايسيتال، ومرة يكون كيتون ينتج له هيمايكيتال. ركزوا وياي شوي هنا، قبل شوية نبهتك على الصيغة مات الألدهايد ونبهتك على الصيغة مات الكيتون. زين، نفس هذه الصيغة مات الألدهايد هي نفسها بس مغير بالتركيب مالتها على المود شنو يصير أسهل بالمعادلات، وهذه نفسها الكيتون. ركز راح يصير، هذه آصرة مزدوجة، يعني معناه الألدهايد نشط. الآصرة المزدوجة أو الآصرة الثلاثية ده تبين أنه هذا المركب قابل للتفاعل أو قابلية التفاعل لهذا المركب عالية بسبب وجود الآصرة. غاية التفاعل هو كسر الآصرة، هاي ماخذيها سابقا. زين، ركزوا وياي هنا، لما الأفاعل هو الكحول، شوف هذه مجموعة الكحول الـ ROH، هو هذا المجموعة مات الكحول الفعالة الـ OH. زين، هذه الـ OH راح أقسمها إلى O وأقسمها إلى H. هذه الـ H تيجي هنا تكسر الآصرة، شكونت لي؟ كونت لي OH. تمام؟ زين، كسرت الآصرة، بقى هذا الـ OR اللي بالأحمر يجي وين يستقر؟ يستقر وراء الألدهايد، وتكون هذه الصيغة يكون هيماي سيتال. نجي للكيتون، الكيتون راح أعيد لك الألدهايد بصيغة كيتون نفسه هو، يعني الكيتون نفس الألدهايد نفس طريقة التفاعل. الكيتون يفرق عن الألدهايد، متفقين سابقا أنه الأطراف هنا ماكو H، هنا أكو H بالألدهايد، هنا الأطراف عبارة عن R ومجموعة R. قلنا غاية التفاعل هو كسر الآصرة، راح تيجي الآصرة كسرت الـ H كسرت الآصرة مات التفاعل ونتج دي OH. المتبقي وين يجي؟ يجي هنا يستقر وينتج لي هذه الصيغة. هذه الصيغة شو اسمها؟ اسمها هيمايكيتال. هيمايكيتال. إذا هسه احنا شو استنتجنا؟ استنتجنا استنتاج انه الهيمايكيتال والهيمايسيتال، تمام؟ والألدوزز والكيتوزز كلها تعتمد على اليمن على الألدهايد والكيتون. الأولى الألدوزز والكيتوزز كنت أتعامل ويا سكر، مرة كان جلوكوز ومرة كان فركتوز. هنا أنا لا، الألدوز الكيتون والألدهايد راح يتعامل ويا من؟ ويا كحول. زين، لهنانة نختم هذه المحاضرة على مود التحميل يكون سريع، وإن شاء الله أكمل المحاضرة الجاية.